مشاركة، قول لنا خلاصة، سرعة أوام، احكي لنا يلا حدوتة حلوة، عايزين ننام. حبايبي الحلوين، مساء الفل والورد والياسمين، كل ليلة حدوتة جديدة، ولكن حدوتة صغنطوطة. حكايتنا الليلة دي عن القط مشمش. القط مشمش كان قط طيب وجميل جدا جدا، كل القطط أصحابه بيحبوه، يخرج الصبح بدري يقعد يلعب في الشارع مع أصحابه ويدور على أكل ياكل لحد ما يشبع، وبعد كده يروح بالليل ينام مع مامته في البيت. في يوم من الأيام وهو ماشي في الشارع الكبير الواسع قوي، شاف بيت كبير جدا وليه جنينة كبيرة جدا. قال بس أنا هدخل أدور جوه الجنينة دي على أكل ليا. أول ما قرب من الجنينة لقى صاحب البيت طالع يجري وراه وبيزعق ليه وبيقول له اطلع بره البيت دوت، أنا ما شفتكش بتقرب من الجنينة هنا دي مرة تانية. طلع القط مشمش بيجري بسرعة من الجنينة خايف ومرعوب من صاحب البيت، وهو طالع يجري بيبص وراه صاحب البيت لسه بيجري وراه ولا لأ، لقى في الشباك بتاع البيت ده قطة بيضة جميلة جدا واقفة في الشباك. القط مشمش استغرب، هو صاحب البيت بيجري ورايا ليه؟ ما في قطة تانية موجودة جوه البيت. هو أنا عشان لوني مشمشي شكلي وحش ولا إيه؟ مشي القط مشمش وما حطش الموضوع في دماغه. تاني يوم الصبح والقط مشمش ماشي في الشارع عدى من جنب نفس البيت، قال اما اجرب اخش جوه الجنينة مرة تانية كده العب، يمكن يكون صاحب البيت كان متضايق امبارح. اول ما قرب من بوابة الجنينة صاحب البيت طلع يجري وراه مرة تانية وهو بيزعق وزعلان يقول له ما تقربش من البيت ده مرة تانية. القط مشمش طلع يجري بسرعة خايف ومرعوب من صاحب البيت مرة تانية. بعد ما بعد شوية كده افتكر القطة البيضة، هي القطة البيضة دي بتعمل عندهم في البيت ايه؟ ما صاحب البيت ما بيحبش القطط، ممكن تكون محبوسة؟ بس انا لازم اتأكد هي القطة دي محبوسة ولا لا، علشان لو محبوسة اجيب كل اصحابي القطط ونهربها من البيت ده. استنى القط مشمش شوية لحد ما صاحب البيت خش جوه البيت، وراح طالع يمشي بشويش بشويش لحد ما ونط فوق السور بتاع الجنينة. مشي فوق السور تاتا تاتا بشويش من غير ما صاحب البيت يشوفه، ووصل لحد الشباك اللي كان شايف فيه القطة البيضة الجميلة في اليوم اللي قبله. أول ما بص من الشباك استغرب، القطة البيضة الجميلة صاحب البيت حاططها على رجله وبيطبطب عليها شوية، ومرات صاحب البيت حطت لها طبق كبير قوي فيه اكل نضيف جدا جدا جدا. ايه ده؟ يعني صاحب البيت مش عايز يدخلني والقطة دي في نفس الوقت علشان بيضة وجميلة مقعدها على رجله بيطبطب عليها ومراته بتحط لها اكل كتير جدا ونضيف جدا؟ القط مشمش زعل وهو ماشي قعد يعيط، اشمعنى هو كل يوم يطلع يدور على اكل في الشارع ومفيش حد بيحط له أكل نضيف زي القطة البيضة الجميلة ديش؟ وصل القط مشمش البيت مامته لقته زعلان، مامته طبطبت عليه وقالت له في إيه يا مشمش؟ أنا شايفاك زعلان مش مبسوط زي كل يوم. القط مشمش راح معيط، مامته اتخضت قالت له أنت بتعيط ليه يا مشمش؟ إيه اللي حصل؟ مشمش راح حكي لها كل حاجة وقال لها إن هو زعلان علشان هو كل يوم بيضطر يخرج في الشارع يدور على أكل، والناس لما بتشوفه في الشارع بتقعد تزعق له وبيطردوه بره بيوتهم، وفي نفس الوقت القطة البيضة الجميلة دي قدامها الأكل كل يوم وأكل نظيف جدا وأصحاب البيت بيلعبوا معاها وبيطبطبوا عليها. مامته فهمت الموضوع، قالت له يا مشمش مش أنا قلتلك أكتر من مرة ما ينفعش تبص لحد تاني؟ بص يا مشمش، أنت شفت القطة البيضة الجميلة دي سعيدة ومبسوطة جزء صغير جدا من اليوم، انا هاخدك بكره ونروح للقطه ديت واوريك بعينيك القطه دي بتقضي بقيه اليوم بتاعها ازاي، علشان مفيش حد بيعيش طول اليوم فرحان وسعيد يا مشمش. تاني يوم الصبح اول ما صحيوا من النوم مامه مشمش خدت مشمش وراحوا عند البيت اللي فيه القطه البيضه الجميله. مامه مشمش استنت اول ما بقاش في حد في الجنينه
وخدت مشمش ونطوا فوق السور ووصلوا لحد الشباك اللي شاف مشمش منه القطة في اليوم اللي فات. اليوم ده فعلا كان مختلف عن اليوم اللي فات. اول ما مشمش بص من الشباك استغرب، بيبص لقى القطة البيضة الجميلة ابن صاحب البيت بيشدها من ديله ومال يضربها. طفل صغير بس ما ينفعش يعمل كده في القطة، والقطة كل شوية تهرب منه وهو يشدها من ديلها تاني. غلط طبعا اللي الطفل الصغير بيعمله دوت. شوية ومرات صاحب البيت حطت اكل كتير جدا في طبق كبير جدا للقطة البيضة الجميلة. القطة البيضة الجميلة راحت علشان تشوف ايه الاكل اللي محطوط لها النهاردة، لقت الاكل هو هو بتاع امبارح، نفس الاكل. القطة مرضيتش تاكل وراحت قعدت على جنب زعلانة. القطة البيضة الجميلة بترفع عينيها لفوق شافت مامة مشمش ومشمش. اول ما شافتهم مامة مشمش راحت واخدة مشمش وطلعوا يجروا بعيد عن الشباك ونزلوا في الشارع. بيبصوا وراهم لقوا القطة البيضة الجميلة بتبص عليهم وبتعيط هي كمان. مامة مشمش طبطبت على مشمش قالت له طبعا انت كده فهمت انا اقصد ايه، انت كل يوم الصبح بتخرج تلعب مع زملاتك زي ما تحب، القطة البيضة محبوسة جوه البيت ما عندهاش قطط تانية تلعب معاها، انت كل يوم الصبح بتاكل اكلة مختلفة عن اليوم اللي قبله، حتى لو بتاكل من الشارع فانت بتجدد كل يوم في الاكل بتاعك وبتاكل لحد ما تشبع. القطة البيضة يا عيني بيتحط لها كل يوم نفس الاكل حتى لو نضيف بس هي زهقت منه. انت لما الناس الوحشين بيجروا وراك ويضربوك بتطلع تجري وتهرب منهم. القطة البيضة الجميلة يا عيني لما حد بيضربها او بيأذيها ما بتعرفش تهرب منهم وبتفضل محبوسة جوه البيت. شفت بقى يا مشمش ان انت حياتك اجمل من حياة القطة البيضة الجميلة دي بكتير؟ شفت القطة البيضة الجميلة بتبصلك وهي بتعيط ازاي وانت فاكر ان هي مبسوطة اكتر منك؟ القط مشمش انبسط وابتسم وقال لها كده يا ماما انا فهمت انت قصدك ايه، انا كده اتعلمت الدرس وعمري ما هبص لحاجة غيري مرة تانية. قالت له بالظبط يا مشمش، كل واحد ربنا رزقه بحاجات جميلة جدا في حياته، ممكن يكون غيره بيتمنى جزء صغير من الحاجات دي بس هو عشان بيتعود على الحاجات الجميلة دي بيحسها حاجات قليلة عليه وبيبدأ يبص لحاجة غيره، رغم ان في حياته حاجات جميلة جدا اي حد تاني ممكن يتمناها. مشمش قال لها خلاص يا ماما انا كده فهمت، بس عندي شرط صغير، ألعب أنا وإنتي في الشارع كتير جدا وبعد كده ندور على الأكل مع بعض في الشارع وبعد كده نروح. مامة مشمش قالت له وأنا موافقة يلا بينا نلعب. ولعب مشمش ومامته في الشارع بعد ما مشمش بقى مبسوط جدا بعد ما اتعلم الدرس. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، تصبحوا على خير. ما تنسوش علشان تتابعوا كل ليلة حدوتة جديدة تعملوا سبسكرايب وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للقناة. تصبحوا على خير.